أهلاً بكم في أخبار المساء. وفقاً للمادة 87 في قانون العمل الجديد العماني المتعلقة بالأجور، لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف أو المؤسسات المالية المحلية المرخصة من البنك المركزي العماني، ويصدر الوزير قراراً بتنظيم قيام أصحاب العمل بتحويل الأجور وحالات الاستثناء. كشفت أريبيان ستوري عن إقامة فعالية صناع التغيير في 12 من سبتمبر في فندق كراون بلازا مسقط، وذلك لتكريم عدد من صانعي التغيير العمانيين، وهم نجم كرة القدم العماني علي الحبسي وصاحبة السمو السيدة حجيجة آل سعيد، وأمل الرئيسي مصممة الأزياء، ونظير الحارثي متسلقة الجبال، والكابتن محمد أحمد، وعبد الحكيم عمر الرئيس التنفيذي لبنك ظفار. حقق الطيران العماني للشحن خلال النصف الأول من عام 2023 زيادة ملحوظة بنسبة 42% في أحجام الشحن مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. لمعرفة المزيد من الأخبار، تابع الموقع الإلكتروني www.thearabianstory.com.